فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقطع الطواف من أجل الصلاة أو من أجل حاجة عارضة؟ لا يقطع، لكن ينقطع الشوط الذي هو فيه ينقطع، أما الأشواط التي قبله لا تنقطع. فيصلي مع الجماعة، إذا سلم يبدأ الشوط الذي صلى به يبدأه من جديد، أو ذهب لحاجة وهو باق على طهارته، إذا كان باق على طهارته ورجع وهو على طهارته يكمل، لكن يبدأ الشوط من جديد يبني على ما سبق. نعم.